بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد معلش يا شباب، لقيت الفيديو اللي فات طول شوية، فقلت أفصل يعني وأعمل بارت 2 نتكلم فيه، نكمل فيه القصة يعني بتاعت الإيج External Access for Exchange Users. تمام. أنا بس كل تعديل عملته في اللاب ده إن أنا فصلت الراوتر، أنا خليته لوحده أهو على جهاز لوحده، كان عامل لي مشاكل في النتورك. وادي الايدج بتاعنا، مش جوين الدومين والاي بي بتاعه بره النتورك بتاعتي اهو. ادي الاي بي بتاع ده، اي بي بتاع الايدج. تمام. واخد الجيت واي ده اللي على الراوتر، واخد دي ان اس عشان يعرف يرزولف الأسماء في كوريان بتاعت الناس اللي في الدومين. تمام. طيب أنا هاجي هنا وأحط الإيدج كارت النتورك تاني، مش هبقى في الدي ام زي، خليني انا عندي كارت واحد بس واصل على دي ام زي. خلي ده واصل مثلا على كسرنا دي نتورك تالتة، اوريها لكم، اوريكم اكسترنال دي، واقول لكم انا عامل كده ليه، موصله كده ليه. لو جيت ابص هنا على النتورك اند شيرنج سنتر، انا عندي الماشين بتاعتي، سيبنا من الاتنين دول مش دعوة بيهم، خلينا في دول. انا عامل واحد دي ام زي، كلمة عن دي ام زي المرة اللي فاتت. دي ام زي واخد اي بيهات 20.1.1.0 السبنت بتاعته كده. تمام. الناس اللي جوين الدومين واخد الاي بيهات دي واربع ثلاث وحاجة زيرو. تمام. الناس اللي بسيميوليت عندي ان هي جايه من بره، من على الانترنت او من اي مكان، واخد الاي بيهات دي 10.1.1.0. تمام. فالايدج هيكون واقع بين ايه؟ هيكون واقع ما بين ان هو هنا ادي اهو، ادي الايدج بتاعي، ايدج ادي الايدج بتاعي، وادي الاكسترنال اكسس، وادي الانترنال نتورك. هنا الدي ام زي، هنا الدي ام زي. تمام. الايدج متوصل منه كارت شايف الدومين، وكارت شايف الناس ايه اللي جايه من بره. تمام. بس هو الكارت اللي داخل بيه على الدومين هو يدوب بعمله عشان ايه، يحاول ان هو يبينج عليه، لذلك انا حاطه موصله على حاجه اسمها دي ام زي، ودول اي بيهات مختلفه. تمام. ومع ذلك هو عارف يبينج على اللي جوه عن طريق الراوتر. تمام. وبالنسبه للاكسترنال هدي له برضه ايه، اي بيهات، بحيث الناس اللي بره تقدر تتعامل معاه. لو جيت ابص كده على الايدج، ادي الايدج بتاعنا، ادي اللي بتاعنا كده كوماند روت از ام از ادمن سي دي سي ال اس. تعالى بينج كده على مين، على اربع وحايد، خليه بيرد عالي خالص. بينج كده على دي سي دوت اكت دوت اي جي، عارف يرد ويرزولف كمان. ليه؟ لان انا مديله هنا دي ان اس اللي هي ايه، هيرزولف بيه اللي هو ده. تمام. مع انه ايبات مختلفه خالص، لكن عند الراوتر طبعا اهو بروتنج اند نو اكسس عليه ثلاث كروت، والاي بي بتاعت الكروت دي هي الجيت ويز بتاعت ايه، الحاجات اللي في الدي ام زي. تمام. انا هاجي على النتورك التانية دي، خلي بس نسميه دي ام زي، وهات الاخ ده، ده بقى اسميه مين، external users. external users اديله اي بي هات من انهي الرينج اللي هو التالت اللي هو 10 مش عارف كام، ده 10.1، سوري
10 1 1 45 مثلا اي حاجة. وده الجيت واي بتاع النتورك اللي هو تبعها اللي هي الاكسترنال اللي هي دي اللي هي دي تمام، اللي هي 10 1 1 10 تمام. اوكي، كأن في ناس ايه جاي من بره، يعني هو رجل جوه ورجل بره، رجل يعني واصلة بيه ورجل ايه بره. طيب نبدأ بقى في الانستليشن، احنا كده ظبطنا النتورك وكله تمام. ده بقى في ايه في الانستليشن، احنا المرة اللي فاتت سطبنا الاكتف دايركت لايت ويت دايركتري سيرفيسز، قولنا ان هي حاجة شبه الاكتف دايركتري لكنها مش اكتف دايركتري كاملة تمام، هي بس عشان لو انا نزلت ابلكيشن زي الايدج مثلا عايز يقول لك انا عايز داتا بتاعت اكتف دايركتري، او عايز مكان زي انتر اس صغيرة كده استور فيها الداتا بتاعتي، فاقول ماشي اقوم اشاور له على ايه؟ على اكتف دايركتري لايت ويت دايركتري سيرفيسز بتاعتي. زي عامله زي كده ما كنا كلمه مفتوحه عن الانترنت بيز بتاعت الويندوز تمام. لسه ما عملتش اكستراكت ده. طيب ممكن نيجي هنا او خلاص خليه هنا اكستراكت هنا لوكالي. جيت ابص هنا ادي منزل لي ايه ده الايدج، ده الايدج طبعا الايدج ورك جروب، ورك جروب اهو ورك جروب. ومع ذلك جيت في تولز هنا لقيت ايه الاكتف دايركتري اهي، الحياه بتاعت الاكتف دايركتري لكن مش كامله. ادي الاكتف دايركتري لايت ويت دايركتري سيرفيسز اهي، والاكتف يوزرز اند كمبيوتر سايز اند سيرفيسز، تلاقي الحياه بتاعت الاكتف دايركتري كلها لكنها مش اكتف دايركتري بالمعنى الكامل اللي هو دومين واقدر اجوين الناس عليه، لا ده هو بس ايه قول لحضرتك هذا بقول لك هنا warning اهو، عشان تمانج users and computers على الكمبيوتر ده تستخدم مين؟ local users and computers اللي هم موجودين في ال control panel، تلاقي local users هم دول تمام. عشان تمانج الناس اللي جوه عندك استخدم ده. البقية ال عشان تمانج users و groups وال computers في domain ادخل كدومين administrator rights. اوكي ماشي حضرتك فدي اللايت ويت دايركتري سيرفيس نزلت لي هذه الاشياء وادي الاكتف دايركتري بتاعتي تمام. وطبعا انا مش هجيب حاجه لان ده ايه ورك جروب تمام، لكن هو كشكل الاكتف دايركتري عشان ايه يستور فيه الداتا بتاعته. انا هبوز بس لان انا نسيت معلش اعمل اكستراكت ده، فانا هبوز بس لحد ايه ما اخلص اكستراكشن وهنمشي الخطوات دي اللي قدام كده مع بعض واحده واحده. انا السيرفر بتاعي خلص اهو، هاجي هنا تصيب بعد يخلص زي ما يكون بسيط اكستشينج. بس طبعا ايه انا قبل كده منزل الاكتف دايركت لايت ويت دايركت سيرفيس و ال دوت نت فريم ورك تمام، واتاكد برضو دلوقتي ممكن لو جاب لي ايرور ان في بريكوز الصلاصه ولا حاجه مسطب. انا كاتب هنا الداتا عنه، اول حاجه الحاجه اللي هو بيحتاجها لايت ويت دايركتري سيرفيس ناخدها كده كوبي كان انا فرضا لسه ما سطبتهاش، واجي هنا وافتح بارشل از ادمن وكده بيلود في الباك جراوند اكسشينج. طبعا عشان ده 2016 فيكون ظهر معايا بس الميل بوكس تحت الايدج. طب سيرفر 2016 تعالى هنا كده باجي هنا وبعد البريكوزس بتاعته نقوم قايل له صوت طاولة دي ولا داونلود ابديت. انا ضغطت انتر، ضغطت انتر هو بيطلع البوب بتاع داونلود ابديت سبحان الله في لحظة لحظتها. انتر كده ده المفروض ان انا مش هتاخد لان انا مسطبها قبل كده. خلي بالنا هنا لو جينا في السيرفر مانجر وجيت هنا في تولز انا عندي كل الكونسولز بتاعت الاكتف دايركتري بفاد من زي انتراس وسيرفز كمان، بس هفتحها تديني ايرور زي كده مثلا
كده. ما خلاص حلو كده، مش عارف يكونكت عشان الاكستنشن مش طالع نت. تمام، يقعد بقى يكبي شوية فايلز. طبعا ما خليش وقت عشان هي اصلا ايه، انا مسطها قبل كده، مسطها بدوت نت فريم ورك. حلو، لكن الايرور بتاع هو ده، جيت افتح دايركتوري سايس اند سيرفيس، ده الايرور ده هقفل، هيفتح لي الكونسول بس يعني مش هيجيب لي حاجة، هتلاقي الكونسول فاضي ده لو فتح يعني. تمام، فتح اهو سايس اند سيرفيس، لكن مفيش جواه حاجة. تمام، هو بس كأنها داتابيز بيرمي فيها الكونفيجريشن بتاعته. تمام، بص كده، اكتب دايركت لايت ويت دايركت سيرفيس، دي مش هتلاقيها في الدومين بتاعي طبعا يعني، لو جيت هنا على الدومين مش هتلاقي القصة بتاعت لايت ويت. تمام، هي ليها شوية كونفيجريشن يعني ممكن تمشي في الكونفيجريشن، بس طبعا مش قصتنا احنا، بس عايزينها ايه ك لايت ويت دايركت في السيرفيس بس. طيب انا هبوظ امشي اخلص، لسه اخلي بس الكابي يخلص عشان بياخد شويه وقت، وبعدين نقف عند الحته بتاعت انستول ايه الرول بتاعت الايدج. تمام، هنا بس الجزء الوحيد ايه المختلف في تصطيب الايدج، ايدج ونزل ال Windows Components لو انت عايز، Next مكان الانستليشن، نكست، يقعد يفيريفاي البريكوزس، لو في حاجه ناقصه طبعا ايه هيقول لي عليها، واقول له بعد كده ايه انستول. تمام، تصيبته يعني مش قصه يعني، لكن انا تصيبته اكسشن جاي، بس بختار الرول اللي اسمها ايدج. تمام، هتلاقيها، هنلاقي في الايدج هتلاقي في انتي سبام وشويه حاجات كده اقوى شويه من الانتي سبام بلت ان جوه الاكسشنج. تمام، طيب انا هبوظ بس التاني لحد ما يخلص القصة دي.